بطل في رياضات الترياتلون والدراجات الهوائية، حرصت على عدة ألقاب هذه السنة ومشاركات وطنية وانترناسيونال. الحمد لله كلاسيت في كاع البطولة الوطنية، كاع المراحل ديال البطولة الوطنية كلاسيت فيهم ديال رياضة الترياتلون، فزت بمرحلة وعاوتاني فزت بمرحلة أخرى في رياضة الدراجات، كانت هي الأخيرة في مدينة فاس ديال رياضة الدراجات سباق جامعي. والحمد لله اليوم تم التكريم ديالنا أنا وأبطال آخرين في رياضات أخرى من طرف السيد العامل ديال مدينة الجديدة، اللي كنشكروه على هاد التكريم اللي دار لينا. شكرا. كانت عندنا مشاركة في تونس في المهرجان الوطني للقوات في تونس، حرزنا فيه على جوج ديال الجوائز وجوج ديال التنميل. كان الجائزة الأولى ديال أحسن تشخيص رجالي السيد محمد رباني، وكان جائزة أحسن نص السيد عبد الكريم برشيد، وكان تنميه شخصي أنا كأحسن ممثلة نسائية، وكان تنميه في حق السيد محمد رباني في جانب الإخلال. الحمد لله كانت تجربة زوينة، استفدنا من بزاف ديال الحوايج، عرفنا الناس، شفنا الناس، شفنا ثقافة واحدة أخرى، تعرفنا على الناس اللي في الدومين. بالنسبة للبادرة ديال اليوم كنبغي نشكر بزاف السيد العامل الكريم، وكنبغي نشكر السيد رئيس مجلس البلدي وجميع الناس اللي حضروا لهذا التكريم، اللي كيفما بغينا نقولوا كبروا بينا وعرفوا كان الفن اللي تنديروا. شكرا بزاف، شكرا للأشواقع اللي كتواكب دائما الفن والفنانين وكتواكب الأخبار ديالهم. شكرا بزاف. الحمد لله كنبغي نشكر السيد العامل ورئيس المجلس البلدي وجميع الحضور على قبل هذا الاستقبال اللي استقبلونا، اللي هو تشجيع لنا باش اننا نزيدو نحققوا ألقاب جايه. والحمد لله البارح اننا استطعت انني نحرز المرتبه الاولى في ماستر ناسيونال اللي كان في مدينه الدار البيضاء، واللي هو ان شاء الله بريباراسيون شامبيون دي موند غتكون في شهر 10. والحمد لله هادشي ما جاش بالسهل، هادشي جا من بعد التدريب ورضات الوالدين والمساعده ديال المدربين ديالي، والحمد لله على هادشي كامل، وهادشي بفضل الله سبحان الله وتعالى. حصري.